أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هناك حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فكيف نجمع هذا الحديث مع فتاوى الذين يقولون إنه يجوز الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة؟ أولاً الحديث ينظر في سنده، وثانياً إذا صح ليس معناه الحصر، ليس هذا من باب الحصر، وإنما يحمل على أنه لا أفضل، أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من الاعتكاف في غيرها، من هذا الباب، باب الأفضلية لا من باب الحصر، فالذي حمله على الحصر غلطان. الله جل وعلا يقول: وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يقل المساجد الثلاثة، المساجد عموما، هذا عموم القرآن. نعم.